أما بقى بالنسبة لحالة الطقس وبالتفصيل تعالوا نتعرف عليها سوا من خلال مكالمتنا مع الدكتور محمود شاهين وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمود. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف بقى من حضرتك توقعات حالة الطقس اليومين الجايين عاملة إزاي، خصوصا وإن إحنا اتخدعنا كذا مرة الكام يوم اللي فاتوا، يعني نخفف الملابس الجو يطلع ساعة، نتقل في الملابس الجو يطلع حر، فمش عارفين نتصرف إزاي. لا احنا طبعا لازم نكون حذرين جدا في الفتره دي ونتابع النشره الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نشوف درجات الحراره المتوقعه كل يوم، لان فتره الخريف بتكون فيها تقلبات جويه ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجه الحراره. ولكن كلنا مسلمين ان الساعات الاولى من الصباح وفترات الليل الساعات المتاخره من الليل بالذات بيكون الجو بارد، ما فيش كلام، يعني ما بتختلفش من يوم طبعًا ليوم طبعًا. فلازم طبعا الساده المواطنين اللي بتضطرهم الظروف انهم بره يكونوا بره البيت في الوقت ده لازم طبعا يتقلوا الملابس شويه مقارنه بوقت الظهيره، ولكن مش هنفضل نتقل ونخفف لان طبعا نزلات البرد احنا مش عايزين نتعرض ليها لتشابه اعراضها طبعا مع كورونا. طبعا قدر الامكان الاجسام بقى بتختلف، يعني في حد بيحس ببروده بسرعه فبيبدا يشتت بياخد قرار انه هيبدا يلبس ملابس شتويه. بس هو يا فندم درجات الحراره اللي احنا بنمر بيها الكام يوم دول هل تتماشى مع التوقيت اللي احنا فيه او التاريخ اللي احنا فيه ولا حصل حاسس ان المواسم تم، يعني في ترحيل حصل، يعني بقى الجو مثلا يحرر او يصيف بدري عن المعتاد او الشتاء يدخل بدري شويه عن المعتاد، ولا ده انطباع شخصي خاطئ؟ لا هو مثلا حضرتك التغيرات المناخيه موجوده في العالم كله، بس بالنسبه لدرجه الحراره لسه يعني تاثيرها مش قوي بشكل كبير. فاحنا طبعا درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، ولكن وارد ان تيجي بعض الموجات تقلل درجه الحراره عن المعدلات. ولكن مش هترفع تاني درجه الحراره، يعني اللي بدا ياخد قرار ان هو يبدا يشتي او يلبس ملابس شتويه فده طبيعي، القرار بتاعه سليم ومش هترتفع درجات الحراره مره اخرى بحيث ان هو يندم على هذا القرار يعني او هيبدا يخفف تاني مره اخرى. يبقى خليك ستاند باي بقى. انا مش عارفه انا لابسه صح ولا غلط اصلا، انا كل يوم يا دكتور محمود بطلع اقول للناس تقلوا، ولا النهارده لابسه نص كم، فانا يعني مش عارفه انا صح ولا غلط، بس احنا في مكان مقفول فعادي. عايزه اتفضل. بس هو بتختلف، انا بقول لحضرتك بقى اللي بيخرج في مكان مفتوح الصبح بدري او راجع متاخر بالليل بتفرق معاه. صح، فلازم طبعا يكون عامل حسابه بجاكيت او حاجه عشان انخفاض درجه الحراره بالليل. مظبوط. طب انا هروح مع حضرتك لنقطه برضو اخيره سريعا، احنا شاهدنا من اسبوع تقريبا يعني كان في مشاهد مش معتادين عليها حدثت تحديدا في المنصوره والثلج اللي كان يعني شبه خلينا نقول الطوب بصراحه اللي نزل بشكل يعني شديد، هل ده ممكن يتكرر تاني؟ ولو اتكرر تاني ممكن يكون في اي محافظات لو حضرتك عندك يعني اي تنبؤات او معلومات؟ هو طبعا وارد انه يتكرر تاني، فتره الخريف بيكون لسه طبيعه عمود الهواء ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره نتيجه خروجه من فصل الصيف، فلسه عمود الهواء ما بردش بشكل كامل، فبنلاقي فيه انخفاض في طبقات الجو العليا بشكل كبير في درجه الحراره، وبيكون لسه سطح البحر المتوسط لسه درجة الحرارة فيه مرتفعة شوية لأن المية بتفقد حرارتها بصعوبة شوية. فده بينشئ حالات عنيفة من عدم الاستقرار على مسطح البحر المتوسط وبيكون سحب ركامية كبيرة جدا بتبقى مصحوبة طبعا بأمطار غزيرة ومصحوبة بتلج. فبيختلف بقى التلج ده من أماكن لأخرى، بس هو طبعا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري معرضة أكثر لحدوث هذه الظاهرة للفرق الكبير في درجة الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا. صحيح، واحنا هنتابع مع حضرتك برضو عشان ننبه الناس لان في ناس اتصابت يعني بالثلج ده، لان زي ما بقول لحضرتك هو كان يعني ناشف شويه فعشان برد، بس الناس تاخد بالها برضو. لا هو وارد طبعا يحدث مره اخرى خاصه على محافظات الساحل الشمالي وايضا على محافظات شمال الوجه البحري. يعني يا دكتور محمود بنشكرك جدا يا فندم، شكرا لحضرتك. كل الشكر للاستاذ محمود شاهين على هذه المداخله القيمه.